صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أطلق ورشة عمل لأئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتعريفهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية، بحيث أنهم منا وهم موجودين طبعا بدورهم الديني المهم جدا والمؤثر يبتدوا ينصحوا الناس. أكيد خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم ومع كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أهمية إطلاق الصندوق الورشة دي، يعني الأثار اللي احنا متوقعين أنها تبقى أثار إيجابية مترتبة على وجود مثل هذه الورشة، وبالذات اختيار الأئمة علشان يتكلموا مع مين؟ خلينا أقول لحضراتكم، احنا الحقيقة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي احنا بنشتغل على أكثر من محور، ومنهم طبعا المحور الوقائي اللي هو في غاية الأهمية، والحقيقة بنتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الأوقاف. احنا عملنا ورش عمل على مدار الأسابيع الماضية في العديد من المحافظات، وكان هدف ورش العمل طبعا هو الالتقاء بأئمة المساجد، لأن الحقيقة لهم تأثير قوي ومباشر على سواء في يعني المجال التوعوي والدعوه واتصالهم المباشر مع المواطنين. الورشه كان هدفها هو تعريفهم باضرار تعاطي المواد المخدره، اثرها على الابعاد الاجتماعيه والصحيه، وبالتالي الحقيقه كان في يعني تعاون كبير مع وزاره الاوقاف اللي خصصت يعني خطبه الجمعه اللي هي امس الاول عن اضرار تعاطي المواد المخدره تحت عنوان مجتمع بلا ادمان. الحقيقه كمان احنا البرامج الوقائيه بتمتد ان احنا كمان بنوعي طلابنا في المدارس بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، ويمكن اطلقنا اكبر برنامج وقائي على مدار العام الماضي اطلقته معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق. هذا البرنامج كان بيعتمد ان هو بيبث فيديوهات توعويه بتحكي رحله التعاطي وابرز يعني الاضرار اللي بتعرض ليها متعاطي المواد المخدره، سواء اذا كانت اضرار ماديه او صحيه، وبالتالي بنرفع الوعي لدى طلابنا باضرار تعاطي المواد المخدره. احنا اشتغلنا في اكثر من 35 جامعه لتوعيه شبابنا باضرار تعاطي المخدرات، وايضا تصحيح المفاهيم المغلوطه لدى بعض الشباب، لان الحقيقه في بعض المعتقدات الخاطئه لدى الشباب ان المخدرات دي بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكره، ان مفهوم طبعا مش ادمان. كلها الحقيقه يعني بعض المفاهيم المغلوطه، واللي ما جاتش من فراغ، لان احنا لما بنحلل البيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، بنشوف ايه ابرز الدوافع للتعاطي اللي منها حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه اللي اشرت لحضراتكم عليها، وبالتالي بنصحح هذه المفاهيم لرفع الوعي لدى شبابنا بخطوره تعاطي المخدرات، خاصه في الاونه الاخيره انتشرت بعض المخدرات التخلقيه اللي هي بتسبب اضرار في غايه الخطوره، يعني للاسف صحيح بالفعل، لانها هي كمان بتسبب هلاوس سمعيه، بتسبب الحقيقه بعض المشاكل، بتخلي كمان متعاطي المواد التخلقيه يرتكب الجرائم بدم بارد. فعشان كده كان في فيديوهات خاصه بهذه الانواع من المخدرات لرفع الوعي بخطورتها. عشان هذه الورشه يا فندم تكون ذات جدوى لازم نشوف العائد منها، بمعنى الإمام في المسجد دلوقتي في خطبة الجمعة هيبتدي ينصح الناس بخطورة المخدرات ويصحح بعض المفاهيم، لو في حد من الشباب اللي حاضر هذه الخطبة مثلا من المتعاطين للمواد المخدرة أو من المدمنين، آلية التواصل هتكون عاملة إزاي عشان بقى يدخل في مراحل العلاج؟ احنا بالفعل زي ما حضرتك أشرت، احنا بمجرد ما يعني في الورش احنا كمان بنبرز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإيه الآلية للتواصل مع الصندوق؟ الآلية للتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو الخط الساخن 16023. بمجرد ما بيتصل المريض بالخط الساخن بيتم إحالته وتحويله إلى أقرب مركز علاجي تابع للصندوق من محل إقامته، وبالتالي بيحصل على كافة الخدمات. لكن إمام المسجد مش حلقة وصل مثلا؟ لا، هو إمام المسجد هو بيوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، أيضا بيقول إن في بعض الآليات للعلاج لأي مريض عنده مشكلة، كمان بيرفع الديني من الناحية الدينية بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي بيكون له يعني عامل في غاية الأهمية لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أما فيما يتعلق بالتواصل مع الصندوق زي ما أشرت لحضرتك من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، احنا عندنا 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظة، بجانب ان احنا بصدد هذا العام افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة
وان شاء الله هيبقى منهم مركزين في احدى القرى الرئاسيه حياه كريمه. كل المراكز العلاجيه بتقدم الخدمات لمرضى الادمان مجانا وفي سريه تامه، وبناكد في سريه تامه. كمان ما يميز مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان على مستوى الشرق الاوسط ان كمان الخدمات العلاجيه لا تقتصر على خدمه سحب المخدر من المريض فقط، ولكن بتمتد الى خدمات التاهيل الاجتماعي، الدعم النفسي. حتى كمان اطلقنا مبادره في غايه الاهميه اسمها بدايه جديده، ان احنا بنتيح قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لانشاء مشروعات صغيره للمتعافين، وده الحقيقه في اطار اعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع، وايضا في مساعدتهم لايجاد مصدر رزق، وده بيحد من الانتكاسه. احنا ايضا كمان اطلقنا مبادره في غايه الاهميه اسمها بايدينا، ان احنا بنعلم المتعافين داخل مراكز العزيمه حرف بيحتاجها سوق العمل، ويمكن على مدار الفتره الماضيه استفاد اكثر من 14500 متعافي من الحرف، زي اعمال الموبيليا، النجاره، صيانه المحمول، التبريدات وتكييفات، كلها الحقيقه هذه الخدمات في اطار اعاده دمج المتعافين مره اخرى في المجتمع. برضو اللي انا عايز يعني اشير ليه، احنا الحقيقه عندنا برامج توعويه متكامله، ويمكن دي بتكليفات من القياده ودي السياسية. عايزه اتكلم فيها البرامج التوعويه المختلفه. حضراتكم عملتوا ورشه مع ائمه المساجد، وارد جدا انه يكون في ورشه اخرى، هل في بقى توجه ناحيه المدارس، ناحيه الجامعات، ناحيه التجمعات العماليه؟ هل في مثلا يعني احنا بنحاول نستهدف مختلف الفئات بحيث انه يتم التغطيه بشكل كامل؟ بالفعل احنا البرامج التوعويه حضرتك زي ما حضرتك بتشيري، احنا بالفعل كمان حتى في لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن بنشوف ايه ابرز الفئات المستهدفه، سواء الفئات العمريه زي ما احنا زي ما بقول لحضرتك احنا اطلقنا اكبر برنامج وقائي لتوعيه طلابنا في المدارس، ويمكن على خلال عام 2023 نفذنا هذا البرنامج في اكثر من 9400 مدرسه. برضو خلال العام الماضي نفذنا برامج توعويه ونفذنا مبادره في غايه الاهميه اسمها خدعوك فقالوا لتصحيح المفاهيم المغلوطه لدى الشباب في اكثر من 35 جامعه، سواء اذا كانت حكوميه او خاصه او اهليه. ايضا عندنا يعني تكليفات من القياده السياسيه مباشره لصندوق مكافحه وعلاج الادمان ان احنا ننفذ برامج توعويه لاهالينا داخل المناطق المطوره بديله العشوائيات زي المحروسه، الاسمرات، بشائر الخير. هذه البرامج بتعتمد ان احنا بنوعي الاسر كمان باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وان لو الاسره لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى ايه ابرز العوامل او ابرز الدلائل اللي ممكن تقول ان الابن بيتعاطى، وازاي تتعامل مع ابن اللي بيتعاطى مواد مخدره، وايضا ازاي تتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان لتقديم النصوحه والنصيحه وكمان الحصول على كافه الخدمات العلاجيه. واحنا افتتحنا داخل المناطق المطوره 6 عيادات لاهالينا بهدف ان احنا بنوعيهم، وايضا كمان على مدار عام 2023 نفذنا اكثر من 170 الف زياره منزليه لاهالينا داخل المناطق المطوره، بننزل لهم للمنازل. مش كده وبس، كمان احنا الحقيقه اخترنا من داخل المناطق المطوره ابناء من الاسر تم تدريبهم واعدادهم كقيادات اهل الثقه، هم عارفين اهاليهم وهم عارفين طبيعه المكان، هيبقوا عندهم القدره اكثر على الاقتراب، وكمان عارفين المشكلات اللي ممكن تواجه المكان. كل الشكر ليك الاستاذ مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، شكرا جزيلا.